جولة الثامنة مساء للأنباء من قناة التاسعة، أصحابكم فيها أنا مكي هلال وأستهلها بالعناوين. نشطاء مانيش مسامح ودستورنا يكشفون عن قضايا فساد مالي وإداري تخص مشروع مارينا جامرت ويؤكدون توجههم إلى القضاء. الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة تؤكد دعمها لرئيس الحكومة في حربه على الفساد وتشترط تواصلها وعدم اقتصارها على أشخاص بعينهم. وزير الدفاع الوطني يؤكد في تطاوين فتح تحقيق في ملابسات وفاة الفقيد أنور السكرافي، وقاضي التحقيق يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين بحرق المقرات الأمنية والديوانية. أسعدت أوقاتكم مشاهدينا حيثما كنتم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في أول تصريح رسمي قال المستشار لدى رئيس الحكومة رضا الصعيدي إن اعتماد قانون الطوارئ لإيقاف المتورطين في الفساد يعود إلى أن المسارات الأخرى تتطلب أكثر وقت، مكذبا خبر تعرض الحكومة لضغوطات إثر انطلاقها في الحرب ضد الفساد. وشدد السعيدي على أن الحكومة مصممة على محاربة الفساد وأكد حاجتها إلى حزام سياسي وشعبي لمساندتها. ديما اي ايقاف يلزم يستند الى معناها مستند قانوني، الى مرجع قانوني، وهذاك المرجع المتاح الان، لانه بقيه ربما الاليات ولا بقيه المسارات تاخذ وقت طويل حتى حد فوق القانون. القانون باش يكون فوق الناس الكل، وكلنا نحتكموا بحول الله للقانون، وكل اجهزه الدوله مسخره لمقاومه الفساد. قدمت تنسيقية مانيش مسامح وشبكة دستورنا وثائق تتعلق بفساد مالي وإداري في مشروع مارينا جامرت. واعتبر أعضاء التنسيقيتين في ندوة صحفية مشتركة أن إقدامهم على كشف هذه المعطيات لا يمت لحملة الإيقافات الأخيرة بصلة، مؤكدين أن كل هياكل الدولة منذ 2007 إلى اليوم مورطة في هذا الملف الذي سيرفع إلى القضاء. تزامنا مع الحرب ضد الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس، كشفت اليوم تنسيقية مانيش مسامح وشبكة دستورنا عن ملف يتعلق بفساد مالي وإداري يحيط بمارينا جامرت أو ما يعرف بمنطقة كاب كارتاج منذ سنة 2007 إلى اليوم. وثائق تتعلق برخص بناء مسندة قبل شراء الأراضي التي هي أصلاً أراضي غابية، إلى جانب التفريط في الملك العمومي البحري وتلاعب بالمشاريع وتحويلها إلى مجمعات سكنية. معطيات عديدة أخرى قدمت بوثائق قيل إنها رسمية وثابتة. تم إسناد ترخيص ببناء ميناء قبل عام ونص من أنه يتشرى الأرض، ومن أجل بناء ميناء فقط لا غير، تبنى فوقه ميناء في رقعة صغيرة من الأرض والبقية كلها مجمع سكني عقاري. البيع تم بأثمان زهيدة جدا، 40 دينار المتر، 40.6 دينار المتر، تباع ب 3 ملايين و 3 ملايين و 500 المتر مربع. تم إيهام المشترين وأنه مشروعهم هو مشروع سياحي سكني، في حين وأنه المشروع هو سياحي فقط. الخسائر تاع الدولة التونسية على مستوى فارق الأرض فقط 200 مليار. أسماء المورطين كثيرة حسب منسق حملة مانيش مسامح شرف الدين القليل من أعلى هرم في السلطة أي رئيس الجمهورية الأسبق بن علي، إلى أشباه الموظفين في وزارتي السياحة وأملاك الدولة وبلدية المرسى. القليل تحدث عن تهديدات بالتصفية الجسدية التي لن تقف حاجزا أمام تكوين لجنة محامين تتابع الملف. آلينا على أنفسنا باش ناخذ الملف هذا مكتملا وندعو في شأن شكاية جزائية ضد من ذكرناهم بالاسم والصفة جميعا. نتمنى من السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن كذلك نقدم له ملف أن يراه ويدققه ويبحث في شأنه ويأذن بالتتبعات اللازمة والملائمة.
فساد ورشوة واستغلال نفوذ وصفة قصد الإضرار بالإدارة وتحقيق فائدة يوجهها أعضاء مانيش مسامح ودستورنا ضد كل من واكب ملف مارينا جمرت منذ يومه الأول إلى اليوم. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا. تقرير أستاذ جوهر لم يعرض كل التفاصيل، ماذا لو أردت أو ردت لنا معطيات لم تذكر ربما في هذا التقرير مكملة وترى أنت أنها ذات أهمية؟ المسألة تتعلق بشركة مارينا جمرت وهي شركة مملوكة لأربع أطراف. أولاً بنسبة 25% للسيد كريم ميلاد وهو رئيس المدير العام لهذه الشركة، 25% على ملك السيد سليم شيبوب وهي أملاك مصادرة، و 50% على ملك شركتين مؤسستين قطريتين، الأولى هي مؤسسة الماجدة القطرية والثانية هي شركة نظيم آغا القطرية. المعطيات الأساسية ربما تتعلق بأنه الشركة هذه تحصلت من الدولة ومن الوكالة العقارية السياحية على أرض بمساحتها 21.7 هكتار في أجمل وأغلى وأثمن منطقة في تونس في كاب جمرت من أجل بناء ميناء سياحي ترفيهي، وأسندت لها رخصة بناء من قبل بلدية المرسى في أفريل 2007، حينها لم تكن هذه الشركة مالكة للأرض لأن عقد التفويت في الأرض تم بعد سنة وثمانية أشهر من إسناد رخصة البناء، ولأول مرة في التاريخ تسند رخصة بناء قبل شراء الأرض. قبل شراء الأرض، حتى أن الخانة في رخصة البناء المقسم عدد تركت فارغة وأعطيت رخصة بناء في معتمدية المرسى بشكل مطلق. يعني هذا يعتبر مراكنة، ربما تغييب، أي مناقصة، أي تنافس، من هذا أي مطلب الحصول على رخصة البناء من بلدية المرسى سجل بتاريخ 11/4/2007. اللجنة تجتمع وتسند رخصة البناء يوم 11/4/2007 في نفس اليوم، لشركة لا تملك بعد الأرض. المشكلة الحقيقية في هذا هو أنه بعد سنة وثمانية أشهر، بعد حصول الشركة أيضا على تراخيص بالاستثمار من الديوان الوطني للسياحة يمكنها من امتيازات مشتركة في نظام مشترك، يعني امتيازات جبائية وامتيازات ديوانية من أجل بناء مرفق عام وهو الميناء السياحي. ماذا فعلت الشركة؟ تركت تقريبا مساحة لا تفوت الهكتارين من أجل بناء الميناء، وخصصت 19 هكتار لبناء مركب سكني وبعث عقاري بيعت فيه العقارات بأسوام مرتفعة جدا بآلاف الدنانير للمتر الواحد، في تحويل لطبيعة المشروع وطبيعة الأرض أيضا. أو نعم، الأرض مكونة من قطعتين، قطعة تابعة للملك البحري، الملك العمومي البحري، وقطعة أخرى مساحتها 11 هكتار تابعة للملك العمومي الغابي، مصنفة غابات. الشركة العقارية التونسية للسياحة باعت هذه الأرض للشركة بسعر رمزي قيمته 40 دينار للمتر الواحد، ولدينا عقود تثبت أنه في تلك الفترة سنة 2007، مش بأثمان اليوم، كان المتر يباع بين 800 و1200 دينار في نفس المنطقة. خسارة تقدر ب 200 مليار حسب ما بالضبط، يعني قيمة الأرض الإجمالية بالسعر الجاري في السوق آنذاك هي 210 مليار، في حين أن الشركة لم تدفع إلا 8.8 مليار قيمة هذه الأرض. نفهم أنه يكون المسألة متعلقة ببناء مرفق عام، ببناء ميناء، وبالتالي يتم إسناد التشجيعات وأثمان رمزية، ولكن أن يتم استعمال هذه الأرض وعقد البيع ينص على ذلك بأنه لا يسمح لها إلا ببناء الميناء. ملم جدا بتفاصيل الموضوع ما شاء الله عليك، لكن بإيجاز، لماذا الآن؟ تزامن صدفة مع حملة رئيس الحكومة أم كنتم تجمعون المعطيات؟ هذا الملف نشتغل عليه منذ أشهر ولا علاقة له ولكن ربما صدفة
جات مواتية بالفعل من أجل تحريك هذه الملفات. هو مش أول ملف خدمنا عليه. نحب نوجه شكر لحملة مانيش مسامح للجهد الكبير اللي عملوه معنا، كذلك للمحامين اللي خدموا على هذا الملف. والحصول على الوثائق الرسمية لم يكن أمرا سهلا بالمطلق. أشكرك جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا، ونحيي حماسك لهذا الأمر أيضا. شكرا جوهر. جولتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدينا، تتابعون فيها بعد قليل. مع اقتراب شهر رمضان، نزيف التبذير يهدد جيب المواطن التونسي ويسبب آثارا سلبية في الصحة والبيئة. عبرت جل الأحزاب السياسية سواء الحاكمة منها والمعارضة، عبرت عن دعمها للخطوة التي أتاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في محاربة الفساد إثر سلسلة من الإيقافات طالت عددا من رجال الأعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد. الحكومة ساعية لمحاربة الفساد، اختارت طريقها ولا رجعة في ذلك، هكذا جاء التوضيح من رئاسة الحكومة بخصوص حملة الإيقافات التي طالت رجال أعمال تحوم حولهم شبهات فساد، حملة ثمنتها مختلف الأحزاب السياسية، رأتها الحاكمة منها تجسيماً لأولوية من أولويات وثيقة قرطاج. كلنا دعم إلى مجهودات الحكومة، وهو مطلب يعني في برنامج حزب حركة نداء تونس وكل الأحزاب، ومطلب شعبي. المسار هذا يلزم وحدة وطنية، ما يلزموش يكون مجال للمزايدات، ويلزموا أيضا طول نفس وصبر. خطوة إيجابية وجب دعمها، هكذا تعلق المعارضة من جهتها، مشترطة تواصل الحملة وتعميمها على رموز الفساد صلب استراتيجية وطنية واضحة. نحن نثمن هذا وندعمه بشرط أن لا يتوقف البحث عن الفاسدين ومكافحة الفساد عند بعض الأسماء وبعض الرموز اللي اليوم الحقيقة التوانسة مش مختلفين حولهم. يلزم الحرب هذه تكون حرب ضروس بأتم معنى الكلمة، لا تستثني أحدا. شدينا نبدأ بالروس، ومن بعد فما الكلاب السائبة اللي موجودة، الكل يلزم كلها تتحاسب. ندعم أي خطوة ضد الفساد وفي إطار الحرب ضد الفساد، وندعو إلى أن تكون ضمن استراتيجية واضحة. تفاعلاً مع النداءات الداعمة لحرب الحكومة على الفساد، ناقشت اليوم لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب مقترح مدونة تعنى بقواعد السلوك البرلمانية وأخلاقيتها، الهدف منها تنظيم الأداء النيابي بعيداً عن مسارات الفساد. نعملوا لجنة نسميوها لجنة الأخلاقيات البرلمانية، اللي يمكن معناها تطرح قدامها ملفات كيما هذه وتتعدى على جلسة عامة ويتم تشهير بالنائب. من جانبه شدد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لدى استقباله رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر قرطاج على وجوب المضي قدما في الحرب على الفساد وعلى كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة. أكد سيادة رئيس الجمهورية على دعم المطلق للحرب على الفساد وعلى كل من يهدد الدولة مثل ما ذكر به في خطابه الأخير في 10 مايو فرد. الشاهد اختار طريق لا عودة في محاربة الفساد، والدعم كان مطلقاً من مختلف المواقع والعائلات السياسية، فأي مستقبل لهذا المسار؟ أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بياناً حول مقاومة الفساد، أوضح فيه أنه يعتبر ما قامت به الحكومة خطوة مهمة رغم تأخرها، وهي خطوة تحتاج إلى أن تذهب إلى أقصاها حتى تقول العدالة كلمتها وتحاسب كل من نهب المال العام واستولى عليه من غير وجه حق. كما عبرت منظمة الأعراف في بيان لها عن دعمها لجهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت عليه وثيقة قرطاج. من جانبه عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن مساندته التامة ودعمه الكامل لمبادرة الحكومة في محاربة الفساد، مطالبا باستراتيجية واضحة وإرادة سياسية قوية لا تلين ولا تتراجع لتفكيك منظومة الفساد ومقاومة المافيات واللوبيات التي أضرت كثيرا بمصالح الفلاحين من خلال تحكمها في مسالك توريد المنتجات والمعدات الفلاحية والأسمدة والحيوانات وفق نص البيان.
أدى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني اليوم زيارة لعائلة الفقيد أنور السكرافي بالبير الأحمر من ولاية تطاوين لتقديم التعازي، وذلك بتكليف من رئيس الحكومة، فيما أصدرت أو أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين بحرق المقرات الأمنية والديوانية بالجهة مطلع هذا الأسبوع. من تطاوين، وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني يؤكد فتح تحقيق في ملابسات وفاة أنور السكرافي وما جد من أحداث يوم 22 من شهر ماي الجاري، داعياً إلى تهدئة الأوضاع في المدينة، وذلك عقب تقديم التعازي لعائلة السكرافي بتكليف من رئيس الحكومة. متألمين جداً لهذه الحادثة الأليمة، وربي يرحم الفقيد، وإن شاء الله الحادثة هذه تكون درس صعب باش ما تعاود. الطب العسكري كذلك جاء وبدا التحقيق. احنا ثم جديه، احنا كل حادثه بالنوع هذا نتعاملوا معها بجديه، والمواطنين لازم يعرفوا ان دوله تونس هي دوله القانون. الوضع هو في تحسن دائم، ولكن دائما احنا ما نردوا بالنا، والمواطنين كذلك معناها هما لهم دور، ونعرف اللي في الجهه هذه وغيرها معناها المواطن هو اساسي في مقاومه الارهاب. بالتوازي مع ذلك، أحبطت وحدات الديوانة بتطاوين عملية تهريب حاول أصحابها استغلال الوضع الأمني الاستثنائي للعبور، وقد تم حجز سيارتين محملتين ببنادق صيد وكميات من الفياجرا والفوشيك. مكننا من ضبط سيارتين رباعية الدفع، كانت محملة بكمية من الألعاب النارية بحوالي 250 ألف قطعة، وكمية من الفياجرا حوالي 50 ألف قطعة، وعشر بنادق صيد. بينوا للسلطة كل رنا كديوانة رنا متواجدين مهما كانت الظروف. قضائيا، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص متهمين بعمليات نهب لمخازن الديوانة والبلدية خلال الأحداث التي عاشتها مدينة تطاوين الاثنين المنقذي، وذلك وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين الباهي الأبيض. أكد وزير الداخلية الهادي المجدوب خلال إشرافه على حفل تخرج ملازمين وحفاظ أمن بالمدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن بسيدي سعد اليوم، أكد أن مكافحة الفساد بصفة عامة ومتواصلة هو تعهد اتخذته الحكومة منذ توليها الحكم، معتبرا أن الإيقافات التي طالت رجال أعمال مؤخرا تدخل في هذا الإطار. جيل آخر معناها في المؤسسة الأمنية اللي أكيد اللي باش يكون عنده بصماته في إصلاح المؤسسة بسرعة عامة، وبطبيعة الحال في مواجهة تحدياتنا في السنوات القادمة. على كل حال، زادة كانت الفرصة هامة باش معناها نشوفوا شنية مدى تقدمنا في المشاريع اللي برمجناها للمدرسة، مدرسة عريقة كما مدرسة سيدي سعد. في إطار السعي لحلحلة الأوضاع بولاية قبلي، حل اليوم وفد وزاري يضم كلا من وزير الفلاحة سمير الطيب ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الترابلسي ووزيرة الطاقة هالة شيخ روحو، وقد تم الإعلان عن عدة قرارات لفائدة الجهة وسط انسحاب تنسيقيات اعتصامات كل من دوز والقلعة والفوار على خلفية ما اعتبروه قرارات غير كافية. كان عندنا تقريبا 27 أو 28 مطلب أجبنا عليهم، جلهم أجبنا عليهم بالإيجاب وبطبيعة الحال، وعطينا حتى تواريخ الإنجاز والكلفة متاع الإنجاز. فما زوز ولا ثلاثة مطالب اللي هناك استحالة التنفيذ والتطبيق، وهذا بس بطبيعة الحال احنا مازلنا مسعدين نتحاوروا فيهم. أسباب الانسحاب القرارات الهزيلة اللي جانا بها الوفد هذايا، قرارات ما مست حتى شيء، خاصة المطالب الكبيرة اللي طلبوا بها أولاد الجهة كلها، أولاد قبلي، شباب قبلي في التشغيل والتنمية، قرارات ما مستش ساعة القطاعات هذه، والقرارات البقية الأخرى قرارات هزيلة، 29 قرار ما فيهم حتى قرار أجمع عليه الحاضرين الكل في الجلسة. بعد أشغال دامت أكثر من 8 أشهر، دشن وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي الجسر المضاعف على وادي مجردة بجندوبة، والذي سيقلص من الاختناق المروري. في المقابل، أكد مواطنو الجهة أن هذا الجسر غير كاف للحد من ظاهرة الاكتظاظ.
مشروع تشييد الجسر المضاعف على وادي مجردة بجندوبة والبالغة كلفته 16 مليون دينار دخل طور الاستغلال بعد تدشينه من طرف وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي. هذا المشروع الذي سيربط المدينة بالجهة الشمالية والذي سيقلص من الاكتظاظ المروري الخانق بسبب أشغاله. رغم بعض الإشاعات في وقت ما الجسر متاعكم لبس عليه، وإن شاء الله مبروك على كل مستعملي الطريق في ولاية جندوبة، والمهم هو المحافظة على 50 كيلومتر في الساعة. الجزء الأول من الجسر المضاعف دخل طور الاستغلال لتنطلق فيما بعد أشغال الجزء الثاني منتصف شهر رمضان بالتوازي مع انطلاق أشغال جسر الزغيدية، وذلك من أجل الحد من الاكتظاظ المروري الذي تشهده المدينة. المحاولة على السكة الحديدية والجسر نتاع الملجأ الكحلة إن شاء الله باش تنطلق الأشغال نتاعهم في خلال على أقصى تقدير بداية شهر سبتمبر. المرة الثالثة في تاريخ تونس يقع استعمال هذه التقنية المعروفة بالبري كونترانت، وهي من أعلى تقنيات الجسور في العالم. رغم أن انطلاق أشغال هذا الجزء يعتبر بداية الانفراج للضغط المروري، لأن مواطني الجهة طالبوا بإنجاز جسر ثاني بالملجأ الزغيدية واستكمال الطريق الحزامية المعطلة منذ ما يزيد على 3 سنوات لأسباب عقارية على حد تعبيرهم. الفوضى بتاع جندوبة خلت تسرح شوي، خاطر نعانوا في معانية زرقاء. ما تحل المشاكل، ما تحل قنطرة الهادي بالحسين، نزيد يحلوا لنا القنطرة تاع الحويلية تولي أحسن. يذكر أن وزارة التجهيز أكدت وجود أكثر من 3000 حظيرة أشغال بقيمة 4200 مليون دينار بكامل البلاد التونسية، كما سيتم تعبيد أكثر من 1000 كيلومتر من الطرقات السيارة قبل موفى 2022، بينها طريق السيارة تونس جندوبة في جزئها الرابط بين بوسالم والحدود الجزائرية. سعياً إلى تطوير آليات عمل الإدارة والمرفق العمومي وتعصير وسائل متابعة المشاريع المعطلة، أعلنت رئاسة الحكومة اليوم عن منظومة معلوماتية متطورة بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية تحمل اسم إنجاز، وهي أول منظومة وطنية يتم إطلاقها بعد الثورة. بات من الضروري تطوير آليات عمل الإدارة والمرفق العمومي من خلال الاعتماد المكثف على التقنيات الرقمية الحديثة، والتي تعتبر الضامن والمحفز الأساسي لإرساء الشفافية والنجاعة التي ينتظرها كل مواطن من الإدارة في تونس. واليوم تم الإعلان عن منظومة وطنية تحت اسم إنجاز، تعنى بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية وتقييمها. أول منظومة بعد الثورة سميناها إنجاز، واختيار الاسم كان بمغزى، لأنه نحب أن المنظومة هذه تأمن عملية المتابعة للمشاريع في كامل حياة المشروع منذ انطلاق المشروع وتصوره إلى حد إنجازه وكامل المراحل، مع الـ كل البيانات والمعطيات تعطى رئاسة الحكومة، الوزارات، الهياكل الجهوية وهياكل المؤسسات العمومية لمتابعة هذه المشاريع. هذه المنظومة ستمكن الهياكل العمومية من النفاذ إلى المعطيات الفورية والمحينة الخاصة بتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية. المنظومة كما قلت ليست مشخصنة، ستمكننا من أن نرى الخلل، موقع الخلل، ومعناها استدراك هذا الخلل في الوقت المناسب، وبالتالي باش تمكن كل المتعاملين في المتابعة وإنجاز المشاريع العمومية. رئيس الحكومة من جهته أكد لدى افتتاحه الملتقى تشكيل لجنة خاصة تهتم بمتابعة المشاريع المعطلة بمختلف الولايات، مع إعطاء الأولوية للجهات الداخلية، مشيراً إلى أن هذه اللجنة قامت بفض إشكاليات عديدة وأسهمت في تسريع إنجاز عديد المشاريع المعطلة سواء لأسباب عقارية أو فنية أو إجرائية. وتجري حالياً تجربة هذه المنظومة صلب 5 وزارات إلى جانب بعض المؤسسات العمومية، وذلك في إطار التعميم التدريجي لاستغلالها. بدأت بعض العائلات التونسية تعد العدة لاستقبال شهر الصيام باقتناء مواد غذائية يكثر استهلاكها خلال هذا الشهر الكريم. لذلك كشف صبر آراء قام به المعهد الوطني للاستهلاك حول المواد الغذائية التي يكثر تبذيرها في شهر رمضان، كشف أن حوالي 66% من العائلات التونسية تقوم بإلقاء الأكلات المطبوخة في خلال شهر رمضان في القمامة.
إنفاق الأسر التونسية خلال شهر رمضان يسجل ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بالأشهر العادية. 46% من العائلات تتلف الخبز، و 32% من الأسر تلقي الغلال، و 18% تتلف الحليب ومشتقاته، و 14% من الأسر التونسية تتلف الخضر، وذلك حسب ما كشفه المعهد الوطني للاستهلاك حول المواد الغذائية التي يكثر تبذيرها في شهر رمضان. أطلقنا منذ سنتين الخطة الوطنية للحد من تبذير الخبز من خلال أولا القيام بالدراسات والبحوث اللازمة، كذلك عندنا عديد الحملات التحسيسية. هذا وأكد أغلب التونسيين أن ظاهرة التبذير الغذائي تمثل مشكلة كبيرة وجب تجنبها قدر الإمكان. التونسي يبذر مش حتى في رمضان، كل يوم يبذر التونسي. ياكل بعينيه، اش معناها؟ معناها حاجة يراها ماذا به ياخذها، ماذا به الطاولة تبدا قدامه ما نعرفش أنا. من غادي لغادي عقليه عينينا ديما محلوله وديما تتعدى تعجبك حاجه تاخذها. هو نورمالمون اللي يعرف كيفاش يتصرف عمره ما يبذر، بالعكس ينقص في الاستهلاك. 70% من التونسيين يعتبرون ان مستوى التبذير الغذائي في تونس مرتفع، حيث قدر معدل التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس ب 64 دينارا. للأسف يطلع الزايد اللي يطيش أكثر من الأشياء، معناته أكثر من اللي نستهلكوه باش يغزر لك الخبزة اللي باش يطيشها. راهي هذيك خبزة راهي وراها دعم من الدولة، راهي الخبزة هذيك وراها موارد كبيرة ياسر قاعدين نجيبوا فيها بالعملة الصعبة من برا. ثلث ما تطبخه العائلات التونسية خلال شهر رمضان يلقى به في سلة المهملات، وتبلغ كلفة تبذير الخبز في تونس حوالي 100 مليار سنوياً، أي 42 كيلوغرام من الخبز تتلفه كل أسرة سنوياً. هذا من شأنه أن يؤثر سلباً على الميزان التجاري الغذائي وعلى البيئة وعلى الصحة حسب المعهد الوطني للاستهلاك. أما الآن مشاهدين فإلى أخبار الرياضة، ويقدمها لكم اليوم أيمن زروق. أهلا بك أيمن، تفضل إليك الكلمة. شكرا لك مكي، طاب مساءكم مشاهدين ومرحبا بكم في موجز الرياضة. يواصل النادي الإفريقي تحضيراته لمباراة نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم، والتي ستجمعه بالنادي الرياضي لحمام الأنف يوم سبت القادم. واستأنف نادي باب جديد تمارين مساء اليوم بضحية جمرت بعد العودة من رحلة أوغندا في إطار دور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي. ويذكر أن اللقاء سيقام بعد غد سبت انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا بالملعب البلدي بحمام الأنف، وستنقل مباشرة على قناة التاسعة. كاس هو هدف كبير من أهداف النادي الإفريقي، ونطمح أنه نتحصل على الكاس هذه اللي غابت على النادي الإفريقي لمفترة طويلة. صحيح كذلك أنه النادي الإفريقي تعب نوعا ما بعد رحلة مرهقة لكامبالا، رحلة كانت طويلة برشا عن طريق الطائرة، مباراة كانت صعيبة نوعا ما. حاولنا انه على المستوى المعنوي نرجعوا المعنويات الملاعبيه، على المستوى البدني كذلك الترتيب قاعد يقوم بعمل كبير. المدرب تخلى في تلبس ان شاء الله التلبس لحد الماتش نتاعها من الف. لازمنا نركزوا كما يلزم، لازمنا معناها ننتصروا في المباراه هذه وفي المباراه النهائيه زاده ان شاء الله باذن الله بعد ما نترشحوا. لازمنا نرضيوا جمهورنا ونبدا باش من تعرف انت فريق كبير ما غير تيترويت، معناها ديما تنهي الموسم خايب برشا، معناها ما نحبوش احنا ننهيو الموسم خايب سيرتون بعد ما تعبنا طول الموسم الكل. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيينات الحكام للأندية التونسية في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقتي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي. وفيما يلي مشاهدينا برنامج الأندية التونسية كاملا مع تعيينات الحكام.
وفي ذات السياق عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التونسي يوسف أسراري لإدارة لقاء القمة من منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا، والتي ستجمع نادي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، والتي ستقام في الرابع من جوان القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية. وسيساعد أسراري كل من أنور هميلة ومروان سعد ونصر الجوادي كحكم رابع. أقيم صباح اليوم الاجتماع الخاص بالمباراة الفاصلة التي ستجمع مستقبل المرسى وأولمبيك مدنين بحضور ممثلي الفريقين وأعضاء من الجامعة والرابطة. وتقرر أن يحتضن ملعب حمد العواني بالقيروان هذه المباراة على أن يكون أولمبيك مدنين هو الفريق المستضيف. وستقام المباراة يوم 3 جوان القادم انطلاقا من الساعة 3:30. هذا وتم الاتفاق أنه في حالة نهاية المباراة في الوقت القانوني بالتعادل سيتم الالتجاء مباشرة إلى ضربات الجزاء. إلى أوروبا، حيث أعلن أسطورة نادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي أن مباراة فريقه ضد جينوا يوم الأحد القادم هي الأخيرة له بقميص الجالوروسي. وذكر اللاعب في بيان عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أن مباراة الأحد القادم ستكون الأخيرة بقميص روما، ولم يوضح اللاعب المخضرم والبالغ من العمر 40 عاما أي شيء عن التحدي الجديد في مسيرته، سواء كان بالعمل كمسؤول في روما أو باللعب في صفوف فريق آخر. نقطة الختام لهذا الموجز الرياضي، عودة الآن معك مكي. شكرا لك أيمن. لم يبقى مشاهدينا إلا أن نذكر بأبرز العناوين لهذه الجولة الإخبارية. نشطاء مانيش مسامح ودستورنا يكشفون عن قضايا فساد مالي وإداري تخص مشروع مارينا جمرت، ويؤكدون توجههم إلى القضاء. الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة تؤكد دعمها لرئيس الحكومة في حربه على الفساد، وتشترط تواصلها وعدم اقتصارها على أشخاص بعينهم. وزير الدفاع الوطني يؤكد في تطاوين فتح تحقيق في ملابسات وفاة الفقيد أنور السكرافي، وقضي التحقيق يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين بحرق المقرات الأمنية والديوانية. نقطة الختام لجولتنا الإخبارية هذا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.